رح نحتاج لنعمل تورتة الكونكورد لخمسة بياض بيض، كمان بدنا نص كوب من السكر، 6 معالق كبيرة من الكاكاو، 3/4 كوب من السكر البودرة، كمان بدنا فانيلا، 500 جرام من الشوكولاتة، 250 ml من الشوكولاتة، وفراولة أو كرز للوجه للتزيين. قولينا ايش هي أول حاجة عملناها بس هنا علشان إيه؟ نبقى عارفين ان انا حطيت الكريمه على النار سخنت. اوكي. وبس سخنت الكريمه حطيت الشوكولاته. تمام. كسرتها صغير وحطيتها. كتير حلو. علشان خاطر تبقى كده، شوفي اهي. تمام. كتير حلو. وبس بتاكد انها بقت ناعمه، مفيش اي حاجه فيها مكلكعه. كده بقى عندي الجناش جاهز. اها. عايزاها بيسموه الجناش. عايزاها بس تبرد بقى شويه علشان نقدر نشتغل بيها. تمام. شوكولاته مع الكريمه. مظبوط. سيح الشوكولاته مع الكريمه عشان نعمل الجناش. الجناش. بنحطه هلا على جنب ليبرد. خلاص هنحطه على جنب عشان يبرد. يلا هناخد دلوقتي عندنا 5 بياض بيض. خمسة بياض بيض اهو. هنحطهم هنا وهحط معاهم السكر. اوكي. السكر العادي، احنا عندنا سكر عادي وعندنا سكر بودره. تمام. فهناخد السكر العادي نحطه معاهم وهنبتدي بقى للاسف نخفق. معلش. يلا يلا. طيب بس انا هحط السكر على الكاكاو بس هخلطهم. طيب. مع بعض. غاده رح تحط هلا السكر على الكاكاو وتخلطهم مع بعض، بعدين بدك تضيفيهم على المرينج اللي طلع عندي. اوكي. اذا بنحط السكر على الكاكاو نخلطهم وبنضيفهم على خليط بياض البيض. هو عايز كمان دقيقتين. يلا. بس احنا علشان الوقت يعني هنوقف. يلا عشان الوقت وكمان دقيقتين بيتحمل. بس هو عايز كمان دقيقتين. لسه دقيقتين بتحمل معنا وقت، بس بتخيل نتيجة منيحة كمان لهلا. بس هو يعني بصي هو كده اوكي. ممتاز. بس هو عايز كمان ان احنا دقيقة كمان، يعني عايز دقيقة كمان. اوكي. تمام. بس معلش دلوقتي ممكن يزبط هلا كمان. لا هيزبط بس يعني للبيت يزيدوا كمان دقيقتين. اوكي. هنحط دول بالراحة على كم مرة كده. نرجع بقلب من تحت لفوق. اوكي. اوكي خلاص كده كله اختلط ومن تحت لفوق عشان ما طلعش الهواء. يلا هلا ايش نعمل؟ اوكي. بصي انا كسرت واحدة بالغلط. فهخليها هي القاع تحت عندي عشان بس ايه نشتغل ونوريهم ازاي. هلا هاي وينك تحطيها بالفرن صح؟ بس لسه دلوقتي هنحطها، بس استني دقيقه. يلا اوكي. هحط دي تحت كده علشان اطلع دول. بصي هنحط دي كده. اوكي تمام. معلش بس لانها انكسرت. كسرت مو مشكله. لا عادي بتتلزق. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد الورقه دي. انا الورقه دي معلمه عليها بالقلم دايره. تمام. فاحنا هنجيب ورقه جديده طبعا وهنعلم عليها دايره اهي عندنا، شايفه ازاي؟ اوكي. جبت طبق حطيته وعملت عليه دايره عشان يطلع عندك زي بعض. بالظبط. هناخد أول ما أحط مش سامعة. قولي. 3 دقايق. يلا مش هنلحق نزينها. لا إن شاء الله بنلحق. يلا بدك إشي أساعدك؟ لا بس أنا عايزة أقول لهم إزاي بيعملوا التورتة. هنعمل كده وبعدين هنقطعها. أوكي. وهنملأ طبعا، لازم نملاها أكتر من كده، وهنمشي ورا الخط اللي إحنا عاملينه ده. هنمشي عليه بالشكل ده لغاية ما نعمل الدايرة اللي احنا عايزينها، وبنقفلها كلها كده. خلاص لغاية ما نقفل كل الدايرة بتاعتنا. اوكي. على درجة طبعا كله لازم يتقفل على درجة حرارة 160 160 كفاية. اوكي. بنحط تاني طبعا لغاية ما المهم ان احنا ايه نقفلها كويس، الدايرة تبقى عندنا كلها متقفلة على درجة حرارة 160، بتقعد تقريبا ساعة الا ربع. خلاص بتطلع معانا بالشكل ده. إيه؟ تمام. هناخد دلوقتي الجناش اللي عملناه هنحطه. بفضل انه بعد ما تطلع من بعد ما تخلص نسيبها في الفرن شوية والباب موارب عشان خاطر طبعا الجناش ده هيجمد، علشان خاطر تفضل مقرمشة.
أوكي. لما بنسيبها مواربة بتفضل مقرمشة. تمام. عملنا منها دواير وعملت منها زي صوابع طويلة كده زي دي. أوكي. بس شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة اللي بالحليب أو شوكولاتة عادية. الشوكولاتة بتاعت الطبخ العادية. بتاعت الطبيخ. بتاعت الحلويات. شايفة مقرمشة خالص بتبقى. ما أحلاها. حلوة الفكرة. نرجع بنحط كمان طبقة جناش. هنحط كمان طبقة من الجناش. هدول بتكسريهم على وجه الكيكة. بنكسر وعلى الجناب مفروض. تمام. كتير حلو. حلوة وشكلها الكيكة كتير زاكية.